الزوج الرئاسي فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو والسيدة الأولى للبلاد هند ديبيت نو والوفد المرافق لهما وصلوا مدينة يريفان عاصمة جمهورية أرمينيا. وفور نزول رئيس الجمهورية مسلم الطائرة كان في مقدمة مستقبليه أمين الدولة بوزارة الخارجية الأرمينية بحضور سفير تشاد لدى فرنسا أمين عبد الصديق والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية بالمنظمة الفرنكوفونية أسيتو جنبيت وديما سرانجار. وبعيد مراسم الاستقبال توجه رئيس الجمهورية والسيدة الأولى للبلاد إلى صالة الضيافة بمطار يريفان وتطرقا مع الوفد الأرميني في العديد من المواضيع التي تربط بين البلدين وكذا المواضيع التي تطرح في القمة. وتجيء الزيارة في وقت تستعد فيه جمهورية أرمينيا لاستقبال الرؤساء من أجل المشاركة في المؤتمر 17 للمنظمة الفرنكوفونية الذي يعقد في الفترة 11 حتى 12 أكتوبر. في هذا الشأن جاء رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو رفقة السيدة الأولى للبلاد هند ديبيت نو والوفد المرافق إلى أرمينيا ليشاركوا في قمة رؤساء الحكومات والدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية التي يحضرها وفود دولية خاصة مسؤولية المنظمات العالمية والدولية والإقليمية. هذا وعلى هامش أعمال قمة الدول الفرنكوفونية سيعقد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو لقاءات مع عدد من نظرائه المشاركين في القمة وبعض مسؤولي المنظمات والشركات. السباق نحو كرسي الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية قد بات واضح المعالم، مرشحين لمنصب الأمين العام. السؤال الذي يطرح نفسه، هل ستكون لويز موشيكي وابو أم ميكائيل جان؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون في مبارزة حامية على حلبة قمة الفرنكوفونية التي ستنعقد في إرمينيا، حيث سيكون التركيز على المرشحتين إلى جانب العديد من القضايا. الكندية ميكائيل جان ذات 61 من العمر عملت في التلفزيون الكندي وشغلت منصب حاكم في كندا وتولت منصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية كأول امرأة وأول غير إفريقية تعين على رأس المنظمة خلال القمة 15 للفرنكوفونية التي عقدت في العاصمة السنغالية داكار، وهي ثالث شخصية تتولى منصب الأمين العام للمنظمة الدولية الفرنكوفونية، وتسعى من ترشحها إلى العودة على رأس هذا الهرم مرة ثانية. وعلى النقيض، لويزا موشيكي وابو المرأة الرواندية السياسية البالغة من العمر 57 عاما منذ عام 2009 وهي تشغل منصب وزير الشؤون الخارجية، ولتحقيق أهدافها قامت بزيارة الكثير من الدول. المرشحة لويزا موشيكي وابو تريد أن تلعب دورا مهما في المقام الأول للمنظمة الدولية للفرنكوفونية التي تعد رواندا جزء منها منذ زمن، بالإضافة إلى اتخاذها قرارا يعطي التوازن بين تعزيز اللغة الفرنسية والإنجليزية. الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية ينتخب لمدة 4 سنوات من قبل رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة، وذلك في اجتماع القمة، ويمكن تجديد ولاية الأمين العام بلا حدود. قمة الفرنكوفونية تعزز التبادل الثقافي والمعارض والمؤتمرات بالتركيز على تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال وازدهار وتثمين قيم الديمقراطية والدعوة إلى تفعيل دور المرأة. المرشحة ميكائيل جان ولويزا موشيكي وابو الرواندية، إذن السيدتان تفصلهما ساعات قليلة فقط للافتتاح الرسمي للقمة 17 للفرنكوفونية وشروق شمس يوم واحد فقط هي الحائل بين معرفة من هو الرابح في هذا السباق النسوي.